الورق يخلي من خروطة. غرب الجزائر وشرق الجزائر، وبعد ننطلق في الولايات أخرى بالنسبة لأقطاب للاستعجالات، لأن اهتمامنا كثير بالاستعجالات. هذاك في وقت الاستعجال للمريض يحتاج يكون الطبيب وتكون الأجهزة ويكون المستشفى اللي يعطيه الخدمات المستعجلة والخدمات الطبية، وحتى داخل المستشفيات هذه الاستعجالية تصبح فيه اختصاصات أخرى اللي غير متواجدة حالياً.